بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة الخدي التهامي. أتمنى أعزائي المشاهدين أن تكونوا بخير. هذا النهار هذا مشيت كنتمشى ندير شوية الرياضة وشات هذا المنظر هذا، وقلت للمشاهدين ديالنا حتى هما يشاركوا معايا هذا المنظر. يلا معايا بسم الله. هذه شجرة الزيتون. ده شجر البرقوق. أزهار رائعة.
هناك جبال تبلغ طولها 1000 متر، منظر رائع. أتمنى أن ينال إعجابكم مشاهدينا الكرام. أنا أحب هذا المكان. إنها جبال بنزناس. كنت غادي كنتمشى، لقيت مسكينة الكلبة فيها الجوع هنايا، راني كنطيح شوية مسكينة ديال الماكلة سافي الله. هو جا واحد الكلب اخر مسكين تاهو فيه الجو. خصو ياكل تاكسي عندك.
هذه كلبة وهذه كلب. لكن مازال فيهم الجوع، هذاك الشيء مجنة ما عندنا الماكلة. خافش قرب انت، مسكين كيف اللي مسكين دير الحليب. هذا فول تبارك الله كي داير مخير. هذا البرقوق تبارك الله راه ينور. كذلك الكرموس،
تبارك الله على الجبل.